مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم الحصاد، تاتيكم في تمام الثامنه مساء من الاحد الى الخميس. اليوم احنا مهتمين جدا باحتفالات الذكرى الخامسه لثوره 30 من يونيو، واللي تبلورت في اعطاء طبعا اجازه رسميه للبلاد اليوم، بالاضافه للامس لانه كان اجازه بالفعل هو يوم السبت. تم اعطاء فتح المجال لكل المحافل الثقافيه بالمجان للمصريين للاحتفال بهذه الذكرى، فمثلا هنلاقي المتاحف كلها اليوم بتعمل بالمجان دون قطع تذاكر للمصريين للاحتفال بهذه الذكرى. هنلاقي كمان انه السيرك وغيرها من الاماكن تستقبل المصريين احتفاء بهذه المناسبه. في مثل هذا اليوم من 5 سنين استطاعت الدوله العميقه، وللناس كانت الحقيقه بتحطها بين قوسين وتعتبرها انها سبه، وهي في الحقيقه عز وفخر لينا ان يكون لينا دوله عميقه ودوله مركزيه استطاعت ان تقوم مع الشعب المصري معا بتحطيم هذه الجماعه، جماعه الشر، جماعه الاخوان المسلمين، والتي تحكمت في مصير البلاد لمده عام من خلاله. الحقيقه انها عملت اشياء كلها بقت بالفشل، سواء سلوكها تجاه المواطنين، تجاه المعترضين، او محاولتها لاخوانه مفاصل ومؤسسات الدوله، او اعلانها الدستوري يعني المقيت والديكتاتوري، او حصارها للمحكمه الدستوريه العليا، وغيرها من الممارسات اللي كانت الحقيقه بتعد بها المشنقه لنفسها. وفي النهاية استطاع الشعب المصري بجموعه وملايينه، وأيضا استطاعت مؤسسات الدولة وقواتنا المسلحة أنها تتغلب على مخططات الإخوان وعلى مخططات الغرب المتمثلة في إجهاض الشرق الأوسط كله بشكله اللي سبق، وإيجاد شكل جديد يتوافق مع طموحاتها هي. ربما كان واحد من هذه المخططات أنه سيناء ما تكونش للمصريين وأنها تكون للفلسطينيين كوطن بديل. مش بنتكلم في يعني موافقة الفلسطينيين على ذلك، ولكن بنتحدث في الخطة التي كانت مرسومة. ربما بعض الدول اللي بكل أسف وقعت في هذا الفخ زي سوريا والعراق وغيرها من الدول اللي بتعاني حتى الآن، لكن الحمد لله مصر استطاعت التصدي كالعادة وعلى مدار التاريخ لكل هذه المؤامرات. الرئيس السيسي ألقى خطاب أبرز فيه التحديات الجامة اللي واجهت المجتمع المصري على مدى سنين، والسياسيين تناولوا هذا الخطاب بالتحليل. هو وجه رسائل للشعب وكشف حساب المرة الثانية عن الأمور اللي موجودة في مصر وعن الإصلاح الاقتصادي، اللي قال إن المصريين كان لابد إنهم يمضوا فيه بكل قوة خلال 5 سنوات الماضية، وكتير جدا من البرلمانيين احتفلوا أيضا بالثورة وقالوا إنها أنقذت الوطن من مصير دول تشردت شعوبها وخلصتنا من الإرهاب. الرئيس قدم لنا كشف حساب للمرة الثانية زي ما قلنا، وقال من خلال خطابه إن المصريين واجهوا 3 تحديات، منها ما هو كفيل بتشريد الشعوب، وان المصري اجل الاصلاح لفترات طويله جدا من الزمن لكنه اصبح اختيار حتمي مش رفاهيه. احتياطي النقد الاجنبي سجل اعلى معدل في التاريخ الان، وبيستهدف نمو 7%، وبالتالي ده شيء جيد للشعب المصري. ده احتفاء بهذه الثورة. أنا أحب بس في هذه الثورة وإحنا بنحتفي بقواتنا المسلحة ونحتفي بالدولة العميقة وأجهزتنا السيادية وبنحتفي بالشعب المصري الذي تعاطف وتماسك مع جيشه في هذه الفترة، أن نذكر أيضا الرئيس السابق عدلي منصور، والذي أدى الرسالة وأدى الأمانة على أكمل ما يكون لمدة عام كامل، حمى فيها البلاد بحنكة ودبلوماسية ويعني دماثة خلق ظاهرة للعيان، وتنازل عن السلطة بكل بساطة وسلمها للرئيس السيسي، وعاد من حيث أتى إلى محكمته يمارس دوره كقاضي جليل مرة أخرى. خلينا مع بعض ومع حضراتكم نروح لأجزاء من خطاب الرئيس السيسي النهاردة ونشوف قال إيه في هذا الخطاب اللي احتفلنا من خلاله بعيد الثورة، عيد 30 يونيو. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، تحتفل مصر اليوم بالذكرى 30 يونيو 2013، ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادر مسموع لينحني العالم احتراما لإرادته ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها من مسار الشر والإقصاء والإرهاب لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام. في ذلك اليوم المشهود انتفض ملايين المصريين نساء ورجالا
شيوخا وشبابا ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قبلة للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن والانتماء إليه بالقول والفعل. في ذلك اليوم المشهود أوقف المصريون موجة التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر كعادته عبر التاريخ الكلمة الفصل والقول الأخير. شعب مصر العظيم، أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والاحترام والتقدير في يوم من أيامكم المجيدة، يوم أثبتتم مجدداً أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ. فكم من أزمات وتحديات واجهها المصريون عبر الزمن، فكانت دوماً وقوداً لعزيمة هذا الشعب وإصراره على البقاء والصمود. وفي مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم التاريخي العميق أن جسامة التحديات لا تعني الهروب، وإنما تعني المواجهة، وهو ما نقوم به معا على مدار 5 سنوات الماضية. فقد أنتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011 3 تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهي تحديات غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد. وأقول لكم بكل الموضوعية والإنصاف إن لكل مصري ومصرية الحق في الشعور بالفخر بما أنجزته بلاده في مواجهة هذه التحديات الثلاث. بحضراتكم مرة ثانية، ده كان جزء من خطاب الرئيس السيسي في ذكرى الثورة 5 30 يونيو. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل وأهم ما جاء في خطاب الرئيس من خلال مداخلتنا الهاتفية مع اللواء دكتور عبد الرافع درويش، الخبير الاستراتيجي بجريدة فرسان مصر. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. سيادة اللواء عبد الرافع درويش، هل تسمعنا؟ شكرا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك، اتفضل. وكل سنه والشعب المصري طيب. كان في وقفه كنا عاملينها، وكنت انا المتحدث الرسمي باسم طوق النجاه، حركه طوق النجاه. نعم. كان فيها اللواء احمد رجائي عطيه، حضر معانا مصطفى بكري، استاذ مصطفى بكري، حضرت معانا المستشاره تهاني الجبالي، حضر معانا الاستاذ عبد الرحيم علي في فريق النصر امام قبر الجندي المظلوم. وأوصينا بالتوصيات اللي قال عليها سيادة الرئيس بالضبط، رئيس المحكمة الدستورية يمسك البلد، يتم الانتخاب، يتم عمل الدستور، يتم انتخاب مجلس النواب، لا وجود لحاجة اسمها مجلس. ده نفس اللي حصل، وخدوا سيادة الرئيس. وطبعا احنا كنا بنتكلم بنبض الشارع وبنتكلم بنبض القيادة السياسية طبعا. وبعدين لم يكن ل 30 يونيو انها تتم بهذا الشكل الا وكان رئيس السيسي جمع حواليه، واحنا فاكرين المنظر كويس جدا. طبعاً كل طوائف الشعب، الكنيسه كانت حاضره، الازهر كان حاضر، وهكذا يعني. نعم. طبعا كان معايا برضه الفنان الكبير محمود امير، واحنا اول ناس طلعنا في اون تي في انا وهو، قلنا للاخوان المسلمين
هنلمكم في نص ساعة ونعلمكم حرب الشوارع. في وقت كان اللي بيتكلم كان بيتمسح بيه الأرض. هددوا ابني، ضربوا عليا، ابني كان رائد شرطة ساعتها، هددوه، ضربوا عليا نار، قطعوا فرامل عربيتي. قلت لهم ما بتهددش، حاولوا يكلموني واستقطبوني. قلت لهم أنا حاربت أربع حروب عشان هذه البلد، حرب اليمن 67، الاستنزاف 73، وصرت باسمي في البانوراما، وده تاريخ ليا ما بهدوش. نعم. الحمد لله كانت لا كان طوق النجاح اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وكنت انا الناطق الرسمي باسم هذه الحرب. طيب. الحاجه اللي انا عايز اقولها لحضرتك ان احنا عانينا كتير جدا من الاخوان المسلمين، وهم سبب التسميه الالف واللام، زي ما حصل في نكسه 67 من أراضي محتلة، أو من كلمة الأراضي المحتلة، ألف واللام اللي هي أداة التعريف، هي دي اللي ودت الدنيا في داهية مع التفاوضات بتاعة أراضي والأراضي. بمعنى يا فندم، وبرضو اللي حصل في الإخوان المسلمين، لو هم سموا نفسهم إخوان المسلمين كنا هنؤمن بيهم كلهم لأنهم هيبقوا إخواننا، لكن هم سموا نفسهم بأداة التعريف الإخوان المسلمين وما عداهم كافرين. على اي حال احنا كنا محتاجين هذه السنه، لان كتير مننا ومن الشعب المصري كان متعاطف ما قبل هذه الثوره مع الاخوان المسلمين، وكان البعض بيرى فيهم انهم لم يعطوا الفرصه الكافيه. وجودهم في الحكم لمده عام كشف عن الوجه الحقيقي للاخوان لمن لا يعرفهم. فيعني بعد مرور 5 سنوات على الثوره، هل ترى ان الثوره اتت بثمارها، حققت ما كنا نصب اليه، النتائج الجيده اللي اتحققت جراء 30 يوم؟ هو في طبعا نتائج اتحققت، وفي نتائج ثانيه ما اتحققتش لغايه دلوقتي، بس احنا بنصادف برضه ان شاء رب العالمين انها تتحقق، وهي العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه مش كامله برضه، هي ماشيه بصوره بطيئه، لكن احنا دلوقتي عاوزين حاجه اسمها تشغيل الشباب، ده مهم جدا، لان دلوقتي الدالم اللي موجوده عندنا مش داعش، الدالم اللي موجوده عندنا اللي هي الدوله الاسلاميه في ليبيا ومصر. داعش دي هي الدوله الاسلاميه في العراق والشام. هنا مسميين نفسهم دالم اللي هي الدوله الاسلاميه في ليبيا ومصر. ودول بيستقطبوا الشباب العاطلين، وبيعملوا لهم عمليه مسح مخ، وبيحاولوا يستقطبوهم وبيدخلوهم وبيجندوهم. وبيعرضوا عليهم الفلوس. احنا لازم الدوله خلي بالها من الحته دي، لان لازم تشغيل الشباب، لان الشباب دول هم الذخيره، والشباب هم دول الطلقه الموجهه، بدل ما هي تبقى موجهه لصدورنا تتوجه لصدور العدو. بس على مدى 5 سنين، وخاصه في الفتره الاخيره، بذلت الدوله مجهودات كبيره في محاربه الارهاب، وعمليه سين 2018 اعتقد انها اتت اكلها، لانه بالفعل الان ما بنسمعش عن عمليات يعني الا فيما نضر، والحمد لله نتمنى. انا ليا الشرف وليا الفخر ان انا حاربت 4 حروب، وابني بيحارب دلوقتي في سينا برده مقدم، ومش هقول طبعا على اسمه، وهو رافض ان هو ينزل، بالرغم ان هو المفروض يكتب 2 سنين ويرجع على يرجع مصر ثاني، او يرجع في خدمه ثانيه في غير دينا، جدد السنه الثالثه، واخيرا بيقول لي انا جددت كمان السنه الرابعه عشان اخد طار اخواتي اللي هم ماتوا قدامي. ربنا يحميه ان شاء الله ويرجعوا بالسلامه. الشعب المصري في ميزه كبيره جدا، ميزه ان هو ما بيسيبش طاره، وشعب اصيل. زائد الجيش المصري والشرطه المصريه من جوه البيوت المصريه، احنا ما احناش عرقيين، ما عندناش سنه وشيعه ومسيحيين ومسلمين، ما عندناش الكلام ده، كل الجيش بتاعنا نابع من البيوت المصريه. هو عقيدته مصر. زي ما اتقال لي كده وانا في مجلس النواب في هولندا سنه 2015 وبتكلم هناك، قالوا لي ليه شلت محمد مرسي وهو رئيس منتخب؟ سكت. قال لي ما ترد. قلت له لا تكمل السؤال. قال لي اتفضل. قلت له تكمل السؤال وتقول طب وليش قلت حسني مبارك وهو كان القائد الاعلى للقوات المسلحه وبطل من ابطال حرب اكتوبر وكان قائد القوات الجويه في حرب اكتوبر؟ ده الاجدى ان انتوا تقولوا ده. ليه اتشال؟ انما محمد مرسي كينونته ايه اساسا كان بالنسبه للشعب؟ محمد حسني مبارك كان له كينونه، كان له قائد القوات الجويه، وكان رئيس جمهوريه مصر العربيه، وكان القائد الاعلى للقوات المسلحه، وبالرغم من كده انحاز الجيش للشعب ضد الرئيس، لان احنا العقيده بتاعتنا انحيال كامل من القوات المسلحه والشرطه الى الشعب، لان احنا اولاد الشعب. والحقيقه ان احنا يعني فعلا الشعب هو الجيش، والجيش هو الشعب في مصر، لا انفصام ابدا. بشكر حضرتك. معلش صغير لو سمحت ليا. اتفضل سريعا يا فندم. اتفضل. شكرا. حاضر. يعني جمال عبد الناصر لما جه تنحى عن الحكم يوم 9 و10 يونيو، جه لما جه واعتذر عن الحكم وانحاز ومشي، قال انا همشي وهتنحى، الشعب ما طلعش قال له ارجع، الشعب طلع قال هنحارب،
فكان قرار الحرب مأخوذ من الشعب للرئيس جمال عبد الناصر في هذا الوقت، اللي هو خد هذا الأمر وبدأ ينفذه وبدأ يعمل إعادة بناء القوات المسلحة علشان يحارب تاني من أول وجديد، لأن احنا بناخد أوامرنا من الشعب، والشعب هو السيد والشعب هو اللي بيقول، والرئيس وكل الجهات السيادية والجهات الدستورية والجهات التشريعية في مصر بتمشي وراء قرار الشعب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للواء الدكتور عبد الرافع درويش الخبير الاستراتيجي، وكل عام وحضرتك بخير. والحقيقة إن احنا أشرنا إلى عنف الإخوان، وكان عنف يعني كبير جدا وباين في كل الشوارع، وكأنهم ما صدقوا إنهم مسكوا سلطة ومش عاوزين يفرطوا فيها، وكانوا ينوون البقاء في السلطة إلى أبد الآبدين. ده اللي احنا قمنا بثورة علشان، ويمكن يعني الرئيس حسني مبارك بكل يعني ما كان له من سلبيات إلا أن له إيجابيات نحترمها ونقدرها، لم يكن خائنا على الأقل، ولم يمارس كل هذا القدر من العنف ضد الشعب. على أي حال الشعب المصري رفض هذا العنف وما خافش أبدا، ونزل وأثبت وجوده أمام عنف الإخوان. خلينا نذكر حضراتكم ببعض هذه المشاهد العنيفة حتى لا ننسى أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية خالية من أي تعاليم حقيقية للإسلام. رحلوا وإن شاء الله هيكون رحيل إلى الأبد والبقاء دائما للشعب المصري بإذن الله بكل طوائفه وبكل لحمته وبكل جيناته العظيمة اللي توارثها أبا عن جد، وبتظهر في ساعات الخطر اللي بيحدق بهذا الوطن. خلينا نستمر في أخبارنا ونروح للقاءات رئيس الوزراء. رئيس الوزراء بيبحث في نواكشوط مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك. أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد مباحثات مع رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيى ولد حمدين، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاندماج الإفريقي في ضوء الملفات الهامة المطروحة على أجندة قمة الاتحاد الإفريقي. وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل صباح اليوم إلى مطار نواكشوط للمشاركة في الدورة العادية 31 لقمة الاتحاد الإفريقي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخصص للرئيس الوزراء استقبال كبير، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الموريتاني وأعضاء الحكومة والسفير المصري في نواكشوط ماجد نافع مصلح. حول هذه الزيارة معنا على الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم المحرر الخاص بشؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ نائم مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. يمكن دي أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء المصري وكانت موجهة إلى موريتانيا، أهم ما دار في هذه الزيارة حتى الآن؟ بالفعل دي أول زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لحضور طبعا نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة الاتحاد الأفريقي. احنا عارفين هذه القمة رقم 31 ودي منعقدة تحت عنوان الانتصار في معركة مكافحة الفساد نهج مستدام
نحو تحول أفريقيا. طبعا هناك وفد رفيع المستوى بحضور وزير الخارجية مع الدكتور مصطفى مدبولي. هناك عدد كبير من المحاور اللي هو بتبحثها هذه القمة، منها طبعا الإصلاح المؤسسي للاتحاد وكذلك الإصلاح المالي وتطورات طبعا إنشاء منطقة حرة أو منطقة تجارة حرة في أفريقيا. في البداية كان هناك استقبال من رئيس الوزراء الموريتاني لرئيس مجلس الوزراء المصري، وكذلك بعد ذلك كانت هناك جلسة مباحثات لزيادة التعاون الوثيق وزيادة الروابط الوثيقة بين مصر وموريتانيا، وبعد ذلك كانت هناك يعني استقبال من رئيس جمهورية موريتانيا لرئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء سلم رئيس جمهورية موريتانيا رسالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا تم تبادل يعني أو زيادة مثل هذه العلاقات. وأن عارفين احنا مصر طبعا بتدعم موريتانيا في مكافحة الإرهاب، وهناك تعاون وثيق في هذا الأمر، كذلك هناك روابط وثيقة بين مصر وموريتانيا والاتحاد الأفريقي، وتوجه مصر خلال هذه الفترة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو نحو القارة الأفريقية وزيادة مثل هذه العلاقات حتى بالنسبة للقطاع الخاص وزيادة الشركات العاملة في بالنسبة للقطاع الخاص. كل هذه المحاور طبعا تم بحثها، وكانت هناك مداخلات من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ولزيادة مثل هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة. وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن دور الأمم المتحدة سيدة نهلة في يعني علاقة الأمن والسلم وحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وإذا كان مجلس وعليه دور كبير بالنسبة لصندوق السلام. احنا عارفين هناك صندوق اسم صندوق السلام، لابد من الأمم المتحدة بوضع ميزانية حوالي 75% من ميزانية هذا الصندوق، وبعد ذلك ستكون هناك نسبة 25% من الاتحاد الأفريقي في هذا الصندوق. طبعا هناك يعني علاقات يعني كثيرة، كذلك تم بحث مثل هذه العلاقات وما زالت طبعا القمة مستمرة اليوم وغدا. طبعا رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. هناك عدد كبير من العلاقات أو هناك عدد وإحنا يعني الحقيقة بنقدر الاتجاه الأفريقي في الفترة السابقة، وده اتجاه محمود جدا لأن هي سوق مفتوحة لينا ولأن هي عمقنا الاستراتيجي. بشكر حضرتك أستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بروسل يوسف، شكرا جزيلا لحضرتك. بنتابع أخبارنا وبنروح لأخبار الزراعة، وخبر مفرح جدا هو اعتماد دولي لمعامل الأسماك بمشروع بركة غليون. أبو ستيت يتقدم بالتهنئة لإدارة المشروع ومحرز نتيجة للعمل الدؤوب بين قطاعات الوزارة ومشروع بركة غليون. تقدم الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتهنئة إلى الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بمناسبة اعتماد معاملها من قبل المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، مما يعد أمرا مبشرا لفتح آفاق أوسع لتصدير الأسماك ومنتجاتها إلى الخارج. وأكد وزير الزراعة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولا سيما الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بما يأتي في صالح الوطن والمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة. من جهتها اعتبرت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة السمكية والداجنة أن حصول معمل مركز أبحاث التطوير التابع للشركة الوطنية في غليون على هذا الاعتماد في ذلك الوقت يعد بشرة خير وهدية لأبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة وللمصريين جميعا في ذكرى 30 من يونيو، لافتة إلى أن المعمل تم تقييمه طبقا للمواصفة الدولية ايزو 17025 بالتزامن مع نجاح مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك في التسجيل بالهيئة العامة للخدمات البيطرية كأحد المنشآت المتوافقة مع متطلبات ومعايير تصدير المنتج السمكي للخارج. ألف مبروك، ونتمنى أن كل يعني الأماكن في مصر تكون بهذه الجودة وبهذه القدرة على التصدير بإذن الله، ونفتح آفاق جديدة لأسماكنا. برضو في إطار يعني الثروة الحيوانية، محافظة الغربية بيفتتح سوق طنطا العمومي للمواشي بعد غياب 25 عاما. افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية سوق طنطا العمومي للمواشي بنفيا على مساحة 5 أفدنة بعد غياب سوق المواشي عن مركز طنطا ما يقرب من 25 عاما. يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة الغربية بخلق رواج اقتصادي بالمحافظة وتخفيف الأعباء عن كاهل مربي المواشي والمزارعين،
وتم إنشاء هذه السوق طبقا للمواصفات الفنية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، حيث تم تأمينه بإنشاء سور بارتفاع 2.5 متر محيط به كاملا، وتزويده بعدد 23 كاميرا مراقبة وكل وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي، وتوافر حمامات ومظلات لرواد السوق، كما تم تقسيمه إلى أقسام عديدة طبقا لأنواع الماشية. وخلال الافتتاح وجه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرية بالمحافظة بإحكام السيطرة البيطرية على السوق وعدم التهاون مع أي قصور في تنفيذ هذه الأحكام لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنميتها لتوفير الرواج الاقتصادي بهذه المحافظة، أن يكون في أسواق بقى موجودة بشكل أدامي مبنية صح ويكون في رقابة عليها، ده اللي احنا نتمناه، لأن السوق ده في العادي بيكون مصدر لنقل الأوبئة والأمراض إذا لم نستطيع السيطرة عليه بيطريا. فنتمنى إن شاء الله أن الأسواق كلها تكون بهذه الجودة ويكون للهيئة العامة للخدمات البيطرية دور في السيطرة عليها. ما زلنا مع وزير الزراعة وبيتحدث عن أسس الاختيار. يقول وزير الزراعة النزاهة والشفافية والكفاءة أساس معايير اختيار القيادات بالوزارة. أعلن الدكتور عز الدين بوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك بروتوكول تعاون سوف يتم توقيعه قريبا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون بين المراكز البحثية المتناظرة. وقال أبوستيت خلال لقائه أساتذة وشباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية أن الوزارة لا تملك رفاهية الأبحاث لمجرد الترقية، بل يجب أن تكون في خدمة المجتمع وتسهم في حل مشاكلنا، وأنه يدعم النشر الدولي معلنا عن مكافآت خاصة لأصحاب النشر في المجلات العلمية الدولية المتخصصة في البحث العلمي الزراعي. وأضاف وزير الزراعة أن التطوير والتحديث له أعباء، وأنه يسعى للارتقاء بالمراكز والمعاهد البحثية بوزارة الزراعة والتي تعتبر منارة البحث العلمي الزراعي في مصر، وطالب بضرورة أن يكون هناك تواصلا بين الأجيال داخل مركز البحوث الزراعية، كما أضاف بأن نظام الترقيات والبحوث من ضمن أولوياته، وأنه يستمع لجميع الآراء ثم يتخذ القرار المناسب. في تحذيرات فيما يتعلق بالعنب وهنتكلم عنها بشكل تفصيلي، الزراعة بتحذر من رش العنب بالمبيدات قبل الحصاد. أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة حزمة إرشادية لمزارع العنب خاصة الأصناف مبكرة النضج، وتحذر من استخدام المبيدات أثناء جمع الثمار خلال شهر يوليو المقبل. وأكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية إنه من أهم عمليات الممارسات الزراعية في حدائق العنب جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والبناتي بأراضي الوادي، وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والمسكات. وتابع تقرير الحاصلات الزراعية أن تروى الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب وإعادة وضع الخشب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض، وذلك في التربة الرأسية. طبعا ده كلام متخصص، هنعرف يعني تفصيله أكتر من اتصالنا الهاتفي بالمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك يا أستاذة نهلة وكل السادة المشاهدين، وإن شاء الله موسم خير على كل إخواننا المزارعين وخاصة المزارع العنب. يا رب إن شاء الله. قول لنا عن تباشير موسم يعني جمع العنب كده، شايفه حضرتك إزاي؟ الحمد لله الموسم مبشر بالخير، الإنتاجية ممتازة، مفيش إصابات، ولكن إحنا بنناشد إخواننا المزارعين لأن هناك بعض الأمور تتعلق بالضمير وهي أمور أكبر من القوانين واللوائح. نعم. وهي إن بعض إخواننا المزارعين ممكن يعمل بعض التصرفات العلاجية قبل الحصاد بفترة بسيطة، احنا بنقول له يعني احنا ما بنهتمش بالمستورد اكتر من اهتمامنا باهل مصر وشعب مصر. يمكن يكون انا وحضرتك واولادنا واخواتنا وقرايبنا بناكل هذه الثمار سواء العنب او غيره، فبنناشد اخواننا المزارعين ان احنا نراعي فترة الامان اللازمة لتناول ثمار العنب بان احنا نمنع رش المبيدات او مخصبات او ما الى ذلك قبل الحصاد ب 15 يوم على الاقل علشان نحصل على اعلى درجات الامان. لكن لو بعض اخواننا المزارعين يعني عمل عمليات من شأنها رش مبيد، فاحنا بننصح اخواننا المستهلكين بشكل عام
ان احنا نضع كل الثمار وكل الخضروات تحت ماء جاري لمدة 5 دقائق، وده كفيل ان شاء الله ان يخلصنا من اي اثر متبقي للبلاد. ولكن احنا بنعمل ده زيادة حرص مننا على صحة المواطن المصري. طبعا في تواصل مع كل يعني الجمعيات الزراعية، وتم عمل الارشادات اللازمة ليهم فيما يتعلق بهذا الشأن. وعايز اطمنك ان اخواننا المزارعين الحمد لله، يعني احنا كمصريين بطبيعتنا عندنا الواعد الانساني والواعد الاخلاقي والواعد الديني الذي يمنعنا من ان نقوم باي تصرف نؤذي به الاخر. نعم. ومجرد علم المزارع ان هذه التصرفات هتسبب مشاكل وايذاء للاخرين بيمتنع فورا. هي مساله وعي، واحنا بنعاني، يعني حضرتك عارفه عندنا نقص شديد في عدد المرشدين الزراعيين. صحيح. وعندنا ضعف في ميزانيه الارشاد، لكن احنا بنحاول بقدر الاستطاعه من خلال قناه مصر الزراعيه، من خلال مجله الارشاد، من خلال اخواتنا المزارعين القيادات الريفيه في الجمعيات التعاونيه الزراعيه، من خلال الاعلام المحلي، ان احنا نوعي اخواتنا المزارعين، والحمد لله في استجابات طيبه في هذا الشان. اخيرا طمنا على صادراتنا من العنب ومن يعني المحاصيل الزراعيه بوجه عام يا فندم. الحقيقه في منظومه جديده بنشتغل عليها دلوقتي، وهي تكويد مزارع العنب، وان كان هناك بعض التحفظات من بعض الجهات الاخرى، ولكن الموضوع في اطار الدراسه بحيث ان احنا نساعد المصدر الصغير والمصدر الكبير الاثنين بالنسبه لوزاره الزراعه على حد سواء. ما يعنينا هو صادرات مصر من الحاصلات الزراعيه وليس الكيانات، سواء كيان كبير او كيان صغير. الحمد لله احنا صادراتنا هذا العام بتحقق مستويات عاليه جدا، وده مجهود بنشكر عليه كل الزملاء المعاملين في وزاره الزراعه، وايضا باخص بالشكر معالي وزير الزراعه السابق الاستاذ الدكتور عبد المنعم البنا، كان له اسهامات في هذا الشان، وايضا الوزراء السابقين يعني خلونا نشتغل على منظومة أننا نكمل بعضنا البعض. نعم. الحقيقة أيضا الدكتور عز الدين أبو سكيت لما جه تولى شأن الوزارة عمل معنا أكثر من اجتماع بيتم دراسة بعض الأمور من أجل التطوير لخدمة المزارع المصري والاقتصاد المصري، لأنه لا سبيل لنا للخروج من أزماتنا التي نعاني منها جميعا الا بالانتاج. نعم. فان شاء الله احنا صادراتنا ممتازه، وان شاء الله نتمنى نزيد. الحمد لله لاول مره نصل لاكثر من 700,000 طن من البطاطس، وده ما حصلش في تاريخ تصدير البطاطس على مستوى مصر. ويا رب دايما ان شاء الله، ويكون لنا لقاء مع حضرتك للحديث عن الصادرات الزراعيه بوجه عام، لان ده امل مصر في ظل ازمات اقتصاديه بنعاني منها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس محمود عطا رئيس الاداره المركزيه للمحاصيل البستانيه. لسه معاكم، وننتقل الى ملف الري. وزير الري بيتفقد قناطر اسيوط الجديده قبل افتتاحها رسميا. تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، يرافقه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئه الهندسيه، اليوم الاحد مشروع قناطر اسيوط الجديده ومحطتها الكهرومائيه، للوقوف على الاستعدادات النهائيه لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطه الاسبوع المقبل. يهدف مشروع قناطر اسيوط الجديده الى تحسين الري في زمام اقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية ب1.65 مليون فدان، بنسبة حوالي 20% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر، موزعة على 5 محافظات هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة. ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الري حوالي 1 مليون مزارع مصري. احنا املنا في ظل الازمات المائيه لتطوير الري الحقلي، تحسين الري في مصر، كلها امور مهمه بالنسبه لنا، نتمنى ان احنا نستمر فيها. ده اخر خبر معانا في فقرتنا الاخباريه لهذا اليوم. بعد فاصل ان شاء الله هنعود لحضراتكم، وهيكون معانا موضوعين رئيسيين، هنتكلم عن الدواجن واسعارها وتعدد حلقات الوساطه من المنتج الى المستهلك، وهنتكلم ايضا عن النهوض بمنظومه الرمان بوجه خاص ومنظومة الزراعة بوجه عام وتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله.